إذن فأقول إذن نحن في حياتنا الإسلامية ومن باب ضبط المجتمع قالوا إن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المر ينهى عن المنكر إنما ينهى عن الأمور الاتفاقية، أما ما هو خلافي فإن تحويله إلى ساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مضيع الوقت، ولم يكن العلماء يقبلون به. لذلك كان بعضهم يكون على القول الفقهي فربما انتقل إلى قول آخر، كان هناك من باب المطاوعة ومن عدم الخروج، وبعضهم كان يريد أن يصلي الجمعة فذرق عليه الطائر، وكان يرى أن الطائر ذرق الطائر نجس، لكنه لما صلى كذا قال نحن على مذهب إخواننا الذين يقولون بأن ذرق الطائر طاهر، وانتقل من مذهب الذي في لحظة، ليس من باب التخفيف فقط، بل هؤلاء لهم أدلة. وإحنا عندنا في المذاهب كلها وفي مذهب مالك باب كبير جدا لو أتقنه الناس لكانوا حكماء، وهو باب مراعاة الخلاف، بمعنى أنك تقول برأيك في القول وتنتهي، ثم تجد نفسك وأن الفعل قد فعل فتعود إلى لازم دليل الخصم، لا تأخذ بدليل الخصم. إنما مالك كان يقول بأن النكاح لا يصح إلا بوليه، الحنفية لا يلغون الولي، باش ما تغلطوش بعض الناس يكذبوا في الكتب ديالهم، الحنفية مذهبهم أن الولي قد لا يحضر في العقد ولكن له حق الملاحظة والمتابعة وفسخ، أنا مش ميت موجود، هو يفسخ النكاح أصلا في حالتين، إذا تزوجت المرأة بغير كفء لها أو تزوجت بغير صداق مثلي، فأما غير تزوجها بغير صداق مثلي فيمكن تفاديه بأن يرفع صداقها، أما إذا قال الولي أبوها إنني لا أقبل هذا النكاح لأنها تزوجت بمن ليس في مستواها، مثلا هي امرأة تقية تزوجت بفاجر، فالولي يعترض في الفقه الحنفي. ماذا قولوا لغيش يقولوا الحنفية؟ أنا أسأل جميع الناس هذا السؤال، هذا السؤال أطرحه على كل من كان يتحدث عن الفقه، إذا تزوجت المرأة برجل لا يرى وليها أنه كفء لا، ماذا يقع؟ سؤال سولوا جميع الحنفية في الدنيا كلها، يقولون يفسخ إذا طالب الولي به، يفسخ يفسخ. هذا هو القول الذي لا يذكرونه لما كنا في ذلك الروينة ديال سميتو، كانوا يقولون بأن الولاية في الفقه الحنفي غير موجودة، خطأ، بل يقولون إنه يفسخ إلا في حالة ما إذا ولدت المرأة، إذا ولدت فلمصلحة الطفل لا يفرق بينهم، أما إذا أصر الولي فإنه يفسخ. وقال الحنفية، وهذا موجود في كتاب المبسوط للسرخسي في كتاب من كتب الحنفية، يقول إن المرأة إذا تزوجت بمن ليس كفءا لها يجوز لولي الأمر للقاضي أن يتدخل ليفسخ النكاح، وقالوا لأن بعض الأولياء يستحيون من بناتهم ربما لا يجرؤ على ذلك ويبقى على مضض فيتدخل القاضي. وقال الحنفية روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأمنعن النساء فروجهن إلا من الأكفاء، قال عمر لأمنعن النساء فروجهن إلا من الأكفاء، أي لا تتزوج المرأة إلا كفءا لها، والكفاءة معروفة احنا عندنا في المذهب المالكي محدودة في مثلا في الدين وفي في الحال، وهناك من يوسع الكفاءة بين الزوج والزوجة على كل. فقال الحنفية إذن إن أمر الإمامة أمر الولاية من أمور الإمامة، أي الدولة تدخل، هذا القول الثاني المستوى الثاني عند الحنفية. والمستوى الثالث أنهم قالوا إذا لم يفسخ هذا النكاح من باب تدخل الولي ولا من باب القضاء فإنه يفسخ من باب الفتوى، اللي عنده شي كلام أخر من غير هذا يجبده، هذا كلام الحنفية في الباب هذا ولكن الناس الذين يروجون كتبا على الطريق يقولوا الحنفية ليس هذا يبغي يزولوا زعما كانوا باغيين يمشيوا للحنفية وما مشيتوا وليتوا حنفية، ما حنفية ما شافعي، يقول حنفي باش يخرج كاع من ما يبقى، وكن حنفي انت
يلا قح انا في احنا قابلين منك ابدا. لكن اعود الى الموضوع الذي بدات فيه واقول ان مالكا كان لا يرى ان النكاح يعقد بغير ولي، كان لا يرى ذلك، لكن كان يقول اذا وجدنا ان المراه تزوجها بها رجل ها بلا ولي، الاصل ان هذا النكاح لا يعتد به، لكنه تزوج وبقي أسرة معها أولاد وربما مات. فالآن إذا أعملنا فيها قول مالك والمذهب المالكي إذن لن ترث لأنها ليست زوجة، فيقول مالك حتى لا تضيع الحقوق نأخذ بلازم قول الحنفية لا بقولهم، نتيجة القول. شوف هذا ما يسمى بمراعاة الخلاف، أي نرجع إلى نتائج قول من يخالفنا فنأخذ به حفظا لمصالح الناس. شتو هاد الفكرة هذه قداش هذه؟ هذيك اللي تقريها العام ما يفهمهاش ويتكلم لنا في الإمام مالك يقول لك الإمام مالك كان يتناقض واحد واحد كان يسمى هذه المرة واحد لأن يضحكوا الدراري يكونوا الناس في كلية الحقوق وكذا، لاحظوا أن الإمام مالك وبقوا الناس ضحك ما ضحك مجموعة الأغبياء شنو تضحكوا أنتم ما فهمتش بعد هذه المسائل، ما فهمتش أن هذا داخل في مراعاة الخلاف، ومراعاة الخلاف ليست خاصة بباب فيها أبواب كثيرة في هذا. الناس على أي شيء يضحكون، ماشي على العلم يضحكون، عن جهل لو علموا لاحترموا، ولكنهم يضحكون لأنهم لا يعلمون. إذن قلت إن مراعاة الخلاف بالنسبة للفقه، وهذا باب كبير لأن القضايا التي قال فيها مالك بمراعاة الخلاف كثيرة جدا، هذه القضايا تدل على أن هنالك نوعا من التلاقي، أي نحن لا نقول قد لا يقول الرجل بقول المذهب الآخر ولكن مع ذلك يحترمه، ولذلك رجع هذا عن ضرق الطائر، وحينما توضأ أحدهم من بئر كانت سقطت فيه فأرة ميتة والأصل أن الماء عنده نجس، لكنه لما توضأ وصل الجمعة قال نحن على مذهب من يقول إن الماء إذا بلغ قلتين المحمل نجاسة. إذن الناس كانت لهم سعة، يمكن مسعين، معنى أنهم ليتكم يكونوا إذا عرفوا شيء تشددوا فيه قل غير هذا ولا ما كيش. إذا كان الإسلام، لاحظوا أيها الإخوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما جاء الصحابي عمر الخطاب يأخذ بتلابيب الآخر وقد سمعه يقرأ القرآن، قال يا رسول الله إنه يغير القرآن وكذا، قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. عندك سبعة أحرف لماذا؟ للتوسعة على الناس، لأن بعض القبائل لا تستطيع أن تقرأ على هذا النحو، لأنها ولذلك ضبطت وكانت سبعة أحرف. ونحن لا ننكر الآن على الذين يقرؤون مثلا بحفص أو بقالوا، لأن إذا أنكرت فقط أنكرت، ومن أنكر شيء فقد أنكر جزء من القرآن فهو قد يخرج من الملة. لو أنا كنت أقول لكم أنا ما تقرأوش قراءة حفص، لا يجوز، هذا إنكار قراءة متواترة، هذا خروج من الملة، لا يجوز. فلذلك نحن نقر هذه القراءات المتواترة ولا يجوز الطعن فيها، ونقول القراءات الشاذة كاين قراءات زيد فوق الرباط الشاذة ليست على سبيل أنها قرآن يتعبد به ولكنها تنفع في اللغة، حتى القراءات الشاذة نستفد منها، ولكن في باب آخر، في باب وهذا ما يعرف لا شاذة ولا كذا، هذا كلمة واحدة بحال شي ترانفيت من يطلقوه منه من تنتهي في الهيمة، ما عندوش ما يتصرفش. ناس الفقه ذكاء والفقه معرفة، وبهذا نما الفقه. هل كنتم ترون أن الفقهاء كانوا يخرجون الشوارع ويثيرون المشاكل؟ أبدا. الفقهاء لما تشوفوا مدخول ما كانش مختلفين تماما، قرأ ما قاله مالك الشافعي عن مالك، إذا أتاك الحديث عن مالك فمالك النجم، وقرأ ما قاله مالك عن الشافعي، ما يأتيني منك من رجل كذا كذا من هذا المطالبي، كان يثني مالك أثناء على الشافعي ثناء عطرا، والشافعي كان يعرف لمالك قدره، والناس هكذا على كل حال. أبو حنيفة تلاميذ أبي حنيفة عرفوا قدر الإمام مالك، وعرف الناس بعضهم قدر بعض، لماذا؟ لأنهم كانوا علماء.